خلينا برضو نعرف حضراتكم عن أبطالنا الآخرين في رفع الأثقال البارالمبي. صباح الهنا. صباح النور حضرتك، أخبار حضرتك؟ يعني خليني بس أنقل لك وأنقل للسادة المشاهدين دلوقتي، تواجد هنا أمر مختلف. إحنا نسمع بس عن أبطالنا لما بيحققوا الميداليات، لكن إن إحنا نيجي ونشوف بقى استعداداتكم ده موضوع تاني. كلمنا أكتر عن الكواليس اللي إحنا ما نعرفهاش وما بنشوفهاش، الاستعدادات هنا بتتم إزاي، كمان جاهزيتكم نفسيا مش بس فنيا، لأن ده أمر أعتقد مهم جدا. طبعا، وإحنا هنا في المركز الأولمبي وإحنا بنستعد بشكل كامل سياما لدورة الألعاب البارالمبية 2024، فهنا الجهاز كله شغال معانا على اعلى مستوى، معدين نفسنا على اعلى مستوى، المدربين بتوعنا وبكده المدير الفني الاجنبي يعني شغال معانا برضو، اللي هو مش مخلينا محتاجين حاجه كتمرين كنفسيه ككل حاجه. يعني اليوم ماشي بنظام، من فطار الصبح للتمرين لنوم لتمرين تاني للاكل لنوم، فكله ماشي بشكل كويس. واحنا هنا كلنا جايين لموضوع واحد، ان احنا ان شاء الله نحقق الذهب الاولمبي او الميداليات الاولمبيه ان شاء الله، ربنا يكرمنا بيهم في دوري باريس 2024، هو ده الهدف الاسمى بتاعنا. ربنا يوفقك واشكرك يا كابتن، كل التوفيق ليكوا يا رب.